وفد القادة الأفارقة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بعد زيارتهم إلى العاصمة الأوكرانية كييف لمناقشة مبادرتهم للسلام في أوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال اجتماعه مع قادة الوفد جدد شرح الرواية الروسية لخلفية ما يدور في أوكرانيا. بوتين أبدى استعداده لحوار بناء مع الراغبين في السلام، وذلك خلال لقائه الوسطاء الأفارقة، مشيدا بمقاربتهم المتوازنة حيال هذه الأزمة. نحن منفتحون على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا، ونرحب بالدور الإفريقي لحل الأزمة في أوكرانيا، ونحترم مواقف الدول الإفريقية للحفاظ على الأمن والاستقرار، كما أننا نسعى لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية على أساس عدم التدخل في شؤون الآخرين. رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزالي قال إن الحرب الأوكرانية أثرت على العالم وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أنها تسببت في حدوث انعدام للأمن الغذائي بشكل غير مسبوق. أما رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا فقال إن القارة الإفريقية أمام مهمة تاريخية لإحلال السلام في أوكرانيا. قدمنا مقترحات من شأنها وضع أساس للسلام، ونحن نؤمن بأن الوقت قد حان للطرفين ليتفاوضا وينهيا الحرب التي تكلفنا الكثير وتزعزع الاستقرار حول العالم. نحن اليوم أمام مهمة تاريخية، فالقارة الإفريقية لم تنخرط في خطوة مماثلة من قبل. موسكو التي لم ترفض الحوار أو أي من مبادرات السلام يوما كما تقول، ما زالت توجه أصابع الاتهام صوب كييف بإفشالها. ننظر إلى مبادرات السلام في أوكرانيا بإيجابية بالغة على اعتبار أن السلام الهش أفضل دائما من الحرب، فلو دعمت مثل هذه المبادرات من الأطراف المقابلة وجرى الامتثال لها فقد تصبح واقعا، رغم أننا لا نلحظ حتى الآن بوادر لذلك من جانب النظام في كييف. وكان الرئيس الأوكراني قد طالب الوفد الإفريقي بانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، مضيفاً أنه لا يفهم منطق قادة الوفد الذين يتوجهون إلى روسيا لإجراء مفاوضات. مجدداً تؤكد موسكو انفتاحها على فرص السلام في أوكرانيا عبر حوار يراعي مصالح الأطراف، رسالة تحرص روسيا على إيصالها إلى الجانب الإفريقي انطلاقاً من احترامها لمواقفه وتطلعها لتعزيز التعاون معه. أريج محمد، سكاي نيوز عربية، سان بطرسبرغ.